اسمعوا يا بنات، لقد وعدني أبي بهدية رائعة اليوم إن استطعنا أن نفك هذا اللغز. نعم، وما هو هذا اللغز؟ لا أظنه بسهل ما دامت هناك هدية جماعية. وما هو الشيء الذي يرقى لحب الأم والأب؟ هذا ليس لغزا، فأمي وأبي أروع ما في الكون. نعم، فأبي شمس وأمي قمر. اهدأنا قليلا، اتركوني أفكر. تحلمي بالهدية؟ نعم نعم، لقد عرفت الحل. وما هو؟ الوطن. نعم، إنه الوطن، بلد المغرب، يحضننا كأمي ويحمينا كأبي. أحسنت، إنه الوطن، مغربنا الحبيب. الوطن. نعم، إنه الوطن.